عليكم. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله حبيبي. هتجيب على السرير؟ لا اتفضل اتفضل زي ما حضرتك اقعد. شوف القعده المريحه ليه. هو انا المفروض تطلع حلو؟ زي ما هو كده مرتاح. سيبه هو مرتاح. محمود عنده متلازمه داون. ها صحيح. وحضرتك خاله؟ نعم. باباه ومامته فين؟ في فلسطين. في فلسطين. واولادك فين؟ برضه في فلسطين. يعني حضرتك سبت ولادك عشان تيجي مع ابنك؟ صحيح. ليه؟ هو ابن اختي متعلق فيا، واختي تعبانه شويه كده عشان الحرب. وابوه اصم، يعني مش هيفهم الدكاتره ايش الوضع اللي صاحبه. وانا من الاساس يعني من الاساس من اول ما وجع وتعب برضو انا كنت مع امه. يعني كنا بنروح بنيجي زي يعني ابن رابع خامس ليه. ده كده ابنك الاول يعني، ربنا يخليه لك. يعني دي حاجه حاجه جميله يعني. الله حاجه جميله. واستودعت اولادك عند ربنا واكيد ربنا. قبل ما اطلع قلت اللهم انك استودعت ابنائي. الحمد لله. حضرتك بتضرب لنا يعني اكبر مثل في التضحيه كلها. يعني الموضوع باختصار شديد انه هو الخال وهذا الطفل مصاب بمتلازمه داون وساب اولاده وعشان يبقى مع ابن اخته عشان واستودع اولاده عند ربنا، وربنا ان شاء الله حمينا كلنا يعني في كل مكان في الدنيا. حضرتك دايما كنت بتقول جمله انه هذا الطفل ملوش في الدنيا غيرك، فانت هتفضل معاه لاخر لحظه حتى لو سبت الدنيا كلها. ان شاء الله ان شاء الله. يعني احنا يعني اجسادنا هنا وقلوبنا هناك في فلسطين يعني، واهلنا هناك، وجايين عشان نكمل رحله العلاج اللي بداها في فلسطين وان شاء الله نكملها هنا، لانه خلاص السبل اتقطعت من جانب الضفه الغربيه. صعب يعني ان نرجع، الوضع صعب جدا هناك. عرفت حضرتك امتى انه مريض سرطان؟ شهر 4 2021. كان معه شويه نزيف فعرفنا انه معه لوكيميا في الدم. فمن بعدها صار يروح على مستشفى الرنتيسي وحولونا على نابلس. ومن نابلس صار يروح ويجي وياخذ جرعاته. الحمد لله يعني. الحمد لله على كل حال. قلت لمراتك ايه واولادك ايه وانت جاي مع محمود؟ وكان رد فعلهم ايه؟ هم لما عرفوا اني رايح اكمل رحله علاجه قالوا لي روح، الله يسهل عليك يعني لنا ربنا. سواء انت عندنا او مش عندنا، اللي هيحصل. يا الله. الحمد لله. يا الله. اخذت القرار ده امتى؟ على طول من اول ما اختي قالت لي يعني انه انا مش هقدر اطلع. اختك اللي عرضت عليك، هي لقيت لك روح انت؟ قالت لي انا مش هقدر اطلع. شويه تعبانه هي وما مش قد يعني السفر والطلع والنزله يعني هي كانت تروح على الضفه الغربيه عنا يعني، وكانت تتعب ما بالك في السفر البعيد. وقالت لي ايش رايك تروح مع ابني؟ وانا كنت طبعا متابع لابنها. قلت لها انا جاهز يعني وقت ما بدك. عرضت الموضوع. استخرت ربنا الحمد لله على طول بدون على طول على طول. قلت لها انا جاهز اني اطلع معها. فقدمنا اوراقه والحمد لله طلع الاوراق. دعيت لاولادك وانت ماشي من غزه؟ قلت لهم اكيد اكيد. قلت انه ربنا يحفظهم ويعني قبل ما اروح ان شاء الله نشوف كيف يعني الدنيا. لما بتكلم ربنا في وسط كل اللي حاصل ده بتقول له ايه؟ أقول الحمد لله يعني إنه يعني ربنا هو يعني إحنا حنكمل رحلة علاج إن شاء الله ويرجع سالم غانم لأمه ولأهله، وربنا إن شاء الله يحفظ لنا أولاده هناك ونرجع لهم كويسين يعني، ومتعالج محمود ويكمل رحلة علاجه الحمد لله. يا رب إن شاء الله. الحمد لله. يا رب إن شاء الله تكون بالسلامة. أنت بطل. الله يسعدك. أنت بطل. سلم سلم على أمك. سلام. فوز اعمل له قلب. يلا يلا قلب. يا عمر يا عسل حبيبي. اعمل له عمو هناك قلب. الله الله. ايه ده؟ يقول يا رب يا رب بوسة. يا رب يا حبيبي. يلا ادعي حبيبي. قول يا رب. يقول يا رب يا رب. انت بتحس بيه هو دلوقتي مرتاح؟ الحمد لله مرتاح. الحمد لله الحمد لله. بس هو بيطلب امه يعني، بس يعني مش مضطرين يعني. دي حاجه يعني خارجه عن الاراده. بس انا عن طريق الجوال بتصل على امه وبحاول. دي بقى بتاعتك انت. شكرا. موت قول شكرا.
شوف ضحك ازاي مبسوط. خلاص سيبه يا حبيبي، كمان قلب. ايوه سيبه يا حبيبي، هو يعني شكرا هيك قلب. لا هو بص انبسط بقى، انا هسيبك تفتح له الهديه بتاعته. شكرا.